Good morning, K.G.2. How are you? I hope all of you are so fine. I miss you so much. Today, you are reviewing with me our grammatical rules. Before we talk some grammar rules, let's start with our first grammar rule, which is called the verb to be. First, do you remember with me? Do you remember verb to be? Can you remember with me what is verb to be? When we use verb to be? Who is the best friend to verb to be? First, who is the best friend? نلخص اللي احنا قلناه طبعا بيحسوني جدا جدا رب تكونوا بخير. ايه هو الفيرب تو بي وايه هو الصديق المباشر هو اللي بيجي مع الفيرب تو بي دايما؟ طبعا الفيرب تو بي احنا اخدناه في الكلاس اللي هو بمعنى يكون. بيمثل ليه كام شكل؟ طبعا دي ثلاث اشكال قدام هنا الان از ار. تاني يبقى الفيرب تو بي ليه كام شكل يا مس؟ ليه ثلاث اشكال ام از ار. طب هم دول الفيرب تو بي لو هم عاوزين مثلا يلعبوا او يخرجوا ليهم اصدقاء صح؟ طيب احنا قلنا اصدقاء العيله دي كلها هم حاجه اسمها pronouns. البرونونز هم هو صديق الفيرب تو بي. طيب ايه هو البرونون؟ البرونون ده ضمائر عايده عليا وعليك وعلينا وعليهم. يعني لو الضمائر التانيه بقى يا حلوين هم مجموعه مع بعض يعني اي الواحده هي الوحيده خالص خلاص معناها ام. يبقى اي لازم نختار معاها على طول الفيرب تو بي بمعنى ام. I am بمعنى أنا أكون. I am a boy, I am a girl, I am a student. الثلاثة اللي بعدين مين وشي وإيه؟ نفتكر مع بعض لما كنا في الكلاس وبنقول إن هي وشي وإيه زينا وإخواتنا، زي ما قلنا في الكلاس إن عندنا أحمد حمادة أخته سارة حمادة، عندنا سيف أخته لوجي، عندنا أحمد عاطف أخته نوران، عندنا حور أختها غزل، عندنا تقوى أخوها المعتصم، وعندنا يوسف إخواته الاثنين مين؟ سارة ولبنى. كل واحد وإخواته لهم اسم أب واحد زي هي وشي وإيه. التلاتة لهم verb to be واحد بيجي وراهم هي شي إت لازم يجي وراهم إز. أنا لما أجي أقول هي وشي وإيه تاني لازم يجي وراهم إز. يوسف لبنى سلمى وهم واحد. تقوى معتصم اسم واحد وراهم. احمد وساره لازم وراهم اسم واحد. تمام يبقى هي وشي وات ينفع اقول واحد فيهم ام والتاني از؟ نو يبقى هي شي از از. هي بقى هي از ا بوي شي از ا جيرل. طب ات مع ايه بس؟ ات مع الغير العاقل فور ثينجز فور انيمال اتس ا بين اتس ا تشير اتس ا بوك اوكي اتس ا كات. طيب المعيله الثانيه بقى اللي هم وي يو ذي. وي يو ذي زي مثلا ولاد عمك. يعني انا لو قلت اسم حد فينا ليه اسم اب معين صح؟ ولاد عمه او ولاد خالته ليهم نفس اسم اب؟ نو. ليهم نفس اللقب؟ نو. خلاص وي يو ذي هم ثلاث اخوات فعلا زي هي وشي وات لكن هم جمع بلورال يبقى بياخدوا ار. ياخدوا ايه تاني يا حلوين؟ ار. اوكي يبقى تاني الفيرب تو بي ايه بس هو معنى يكون. طب بنستخدمه ايه؟ احنا بنستخدمه عشان نكمل الجمله بوصفها او بنعرفها. ايه هو صاحب الفيرب تو بي البرونون زي اي هي شي ات؟ طب مس ممكن اعوض عن الهي باسم طبعا لاي اسم بوي علي احمد اوكي طيب شي طبعا ممكن نعوض عنها سهى منى تقوى هنا. طيب مس هنا بدل ما اقول وي اقول مثلا اي اند علي اوكي ذي ممكن اقول هنا منى سهى اند سامر اوكي تمام وممكن اقول عنهم باسماء عادي. كل ده اسمه pronoun with verb to be. هنسمع الفيديو